هذا سائل يقول: إذا نوى الرجل السفر إلى الحج بالطائرة فاغتسل وتطيب في بيته وأحرم، وعندما مر على الميقات بالطائرة لبى بتلبية الحج وعقد النية، فهل هذا صحيح؟ نعم، إذا تهيأ للإحرام قبل ركوب الطائرة، يعني اغتسل وتنظف تطيب ولبس ملابس الإحرام، لكنه أخر النية، أخر نية الإحرام إلى الميقات، لا حرج في ذلك، هذا أيسر له وأسهل عليه ولا بأس به.